حسبت أن الطالب يعد محور العملية التعليمية لذا لا بد من لكن تنظم عبر مكاتب التربية من الضرب بيد من حديد ضد من نهب أراضي المدارس. إما أن يكون إدارة المحافظة والوزارة لا يوجد عندهم إحصائيات في الأراضي. عام تطوير المناهج وغيرنا المناهج وعدلنا في المناهج المؤسسات التربوية التعليمية وإلى جانب على مجمل حياتنا بما فيها الواقع التعليمي. هي يعني جامعات عدن وفي ايضا الجامعات الحكوميه الاخرى لان احنا رفض العمليه التعليميه وانتشارها من تكتسب ورشه تقييم واقع النظام التعليمي وسبل اصلاحه التي انعقدت خلال يومين يعني الاربعاء واليوم الخميس أهمية كبيرة في ظل واقع وتغيرات يعيشها مجتمعنا وتحولات سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية. وبالتالي هذه الورشة تهدف إلى معالجة مشكلات واقع ضعف العملية التعليمية بشكل عام، خاصة التعليم التربوي الأساسي والثانوي. عام ندرة أو افتقار جامع المكتبة مزحوم بعملية إنه التعليم الأساسي والثانوي ووزارة التعليم العالي التي تحتاج من الجميع أن يساعد على حل هذه المشكلة. شاركت في ورقة عمل كانت تتناول نوعا ما شيء مختلف وهو التعليم الجامعي، ولكن أثناء عرضي لورقة العمل لاحظ الجميع أننا نحن كجامعيين أو ككوادر اجتماعية جامعية لسنا في منأى عن الكوادر التربية والتعليم، نحن في سفينة واحدة ونعاني من جميعنا من هم واحد. نحن نعول على مستقبل هذا البلد على الشباب، وبالتالي لابد أن نهتم بعملية التعليم لأن الشباب لن يقوم بنهضة هذه البلد إن كان مستواه التعليمي غير متطور. فلهذا نتمنى من الجهات المعنية أن تعنى بهذا الجانب التعليمي، أن تعنى بأهمية هذا الجانب في انتشال هذا البلد من وضعه الحالي ليس إلا عن طريق التعليم. ومن خلال استقصاء الرؤى واختلاف وجهات النظر لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية بجامعتي حضرموت وعدن حول التربية قبول بالآخر لهؤلاء الأطفال الصغار الذين بدأوا يعني المحيطة وحول بيان المشكلات